قبل الختام نعود إلى الفورم دو بيروت مع الزميلة جوال زيلي، حيث ينطلق في هذه اللحظات برنامج دانسينج وذ ستارز. جوال، مرة جديدة نحن معك مباشرة من الفورم دو بيروت، كيف هي الأجواء قبل لحظات من بدء هالبرنامج اللي طبعا كنا ناطرين أنه نتمتع باللوحات الرقصة يلي رح يتضمنها؟ يعني الليلة مش بس عندنا أحلى فريق عمل، إنما أيضا بالفورم دو بيروت هناك أحلى جمهور. مثل ما تكون سامعين الأجواء الحماسية عم بتزيد مع اقتراب موعد انطلاقة برنامج Dancing with the Stars يلي رح تتابعوه بعد دقائق قليلة. هالبرنامج رح يقدمه وسام بريدي وأيضا كارلا حداد، واللي عم بتشوفوه حتى هون هو التروفي يلي رح يربحه أحلى ثنائي راقص بنهاية الموسم. انتو كمان الجمهور اللي عم بيشاهدنا بالبيت عندكم كمان رح فيكم تشاركوا بالتصويت لأفضل ثنائي، لأفضل كابل راقص من خلال التصويت. وأيضا هناك لجنة حكم مؤلفة من خبراء متخصصين بمجال الرقص. التصويت رح يتم لكينا تقسيمه بنسبة 50% للجمهور و 50% للجنة الحكم. هيدي هي الأجواء الحماسية الليلة، وإلى جانبي دي جي بروديوسر حسين. بسألك سؤال، حضرتك كخبير بهالمجال، يعني شفت التحضيرات اللي كانت موجودة الليلة، هل برأيك هالبرنامج رح يرضي كل التوقعات؟ I believe إنه رح يكون شيء كتير more than expected. الصورة والتحضير very international، بتحسي حالك بلندن نيويورك وبيروت. أكيد الـ MTV بتقدم صورة كتير حلوة ببروجرام مثل هيك. يعني أكيد الليلة رح يكون في أحلى صورة، أحلى رأس، وأيضاً أحلى أزياء مع أحلى جمهور. أنا ما رح أحكي أكثر، إنما رح خليكم تتابعوا البرنامج بعد دقائق قليلة بعد نهاية نشرة الأخبار. الزميلة جوال زيلي، شكراً جزيلاً لك على هذه الرسالة.